مرحبا بكم أيها التلاميذ الأعزاء في درس جديد في مكون التاريخ. درسنا اليوم سيتمحور حول الحروب الصليبية، المواجهة واحتكاك الحضارات. أهداف تعلمنا اليوم سنحددها كالتالي: أولا، تحديد موطن الحروب الصليبية والمراحل التي مرت منها، التعرف على دوافع الحروب الصليبية، ثم استخلاص دور الحروب الصليبية في الاحتكاك الحضاري بين المسلمين والمسيحيين. شكلت الحروب الصليبية مواجهة حاسمة في العلاقات بين العالمين الإسلامي والمسيحي خلال العصر الوسيط، ونقصد هنا بالعصر الوسيط أي خلال القرن الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ميلادي. فأين تمت هذه المواجهات؟ وما مراحلها الكبرى؟ وما هي أهم دوافعها؟ وكيف ساهمت في حدوث احتكاك حضاري بين العالمين الإسلامي والمسيحي؟ نقصد بالحروب الصليبية تلك الحروب التي شنها الأوروبيون ضد الشرق الإسلامي ما بين القرنين الحادي عشر والثالث عشر ميلادي، وقد سميت صليبية لكون المشاركين فيها لا تجمعهم جنسية ولا قومية واحدة، وإنما يشتركون في ديانة المسيحية التي يرمز إليها الصليب، حيث قام البابا في هذه الفترة الذي كان يحكم من روما البابا أوربان الثاني قد حرض الأوروبيين مجتمعين على الدفاع عن أرضهم الأولى وهي القدس، كما تعرفنا في الدرس السابق أن القدس تعتبر مهدا للديانات، ظهرت فيها الديانة اليهودية ثم المسيحية ثم أيضا ترمز للإسلام بالإسراء والمعراج. فالبابا أوربان حرض المسيحيين مسيحيي أوروبا على الذهاب إلى الشرق الإسلامي، انظروا الخريطة، لتحرير القدس وتحرير هذه المنطقة الشرقية. فجمع في ذلك مجموعة من قطاع الطرق والسارقين وأيضا مجموعة أخرى من المتطوعين ووعدهم بحياة أفضل، كما وعدهم أيضا بالتكفير عن ذنوبهم، وبهذا جمع جيشه واتجه نحو الشرق. مرت الحروب الصليبية من عدة مراحل، قلنا أنها امتدت خلال القرن الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. فأول حملة، الحملة الأولى، كانت بين سنتي 1095 و1146، وتميزت هذه المرحلة الأولى بانتصار الصليبيين واحتلالهم لمدينة الرها والقدس وطرابلس، أي احتلوا مجموعة من الأراضي في الشرق الإسلامي. ثم بعدها جاءت رحلات أخرى، فالرحلة الثانية كانت بين سنتي 1146 و1187. هذه الحملة الثانية سيكون مآلها الفشل، حدوث خلافات بين الصليبيين وانتصار صلاح الدين الأيوبي في معركة حطين في 1187، وهذه المعركة فهي معركة شهيرة جدا. الحملة الثالثة وستكون بين سنتين 1187 و1202، وسيحصل فيها الصليبيون على تسهيلات تجارية. ستتحول هذه المعارك من دافع ديني إلى دافع اقتصادي، والدافع الاقتصادي بطبيعة الحال فهو من الدوافع الأساسية لهذه الحملات الصليبية. المرحلة الرابعة بين 1202 و1268 ميلادية، وستكون عبارة عن أربع حملات صليبية كلها انتهت بالفشل. فهذه بعض الرحلات أو المراحل التي قام بها الصليبيون في احتلالهم للشرق الإسلامي. واجه المسلمون الحملات الصليبية في عدة معارك، كانت أبرزها معركة حطين بقيادة صلاح الدين الأيوبي سنة 1187 ميلادية، حيث وضع خطة عسكرية ألحقت هزيمة ساحقة بالصليبيين وتحرير القدس. وكان لهذه المعركة
دور مهم وحاسم في تراجع الحروب الصليبية على الشرق الإسلامي. كان لصلاح الدين الأيوبي فضل كبير جدا في دحر الصليبيين من الشرق الإسلامي، وسيؤدي بعد ذلك إلى توقف الحملات الصليبية ابتداء من سنة 1291 ميلادية، بعد استرجاع كل من مدينة عكا ومجموعة من المدن الأخرى على يد المماليك. المماليك دولة إسلامية كانت تحكم الشرق. الدوافع الدينية تتجلى في الرغبة في نشر المسيحية والاستيلاء على بيت المقدس. كذلك هناك دوافع اقتصادية تتجلى في الاستحواذ على الطرق التجارية وثروات العالم الإسلامي. كذلك كانت هناك دوافع سياسية، لأن المشرق الإسلامي كان يعيش انقساما، وكذلك محاولة تقديم الدعم للإمبراطورية البيزنطية، الإمبراطورية البيزنطية المسيحية كما تعرفنا عليها في الدرس السابق. فالإمبراطورية البيزنطية كانت تعيش أوضاعا سياسية مزرية، فحاولت الكنيسة مدها بالدعم لتتقوى وتبقى مسيطرة على المناطق التي تحكمها. ثم هناك دوافع اجتماعية تتجلى في البحث عن حلول لتجاوز الأوضاع الاجتماعية المتردية في أوروبا. أوروبا قبل الحروب الصليبية كانت تعيش أوضاعا متردية، بحيث أنه كان يشار إلى هذه العصور بالعصور المظلمة في أوروبا، أو كما سنتعرف عليه في الأسبوع المقبل في درس جديد، النظام الفيودالي، وسنشرح كيف كانت تعيش أوروبا في هذه الفترة. وهذه الحروب الصليبية ستؤدي إلى احتكاك حضاري بين العالمين الإسلامي والمسيحي، ومن نتائج هذا الاحتكاك سنرى. خلال فترة احتلالهم لبعض المناطق في الشرق الإسلامي، اطلع المسيحيون على التطور الذي وصل إليه العالم الإسلامي، وعملوا على نقل بعض مظاهر هذا التطور إلى أوروبا. فمن الناحية الاقتصادية، عمل الأوروبيون على نقل منتجات زراعية واقتباس أساليب تجارية، يعني أن الأوروبيين استفادوا من التجارب الإسلامية في التجارة وأيضا في الفلاحة. علميا وتقنيا، عمل المسيحيون على نقل تقنيات ملاحية وطبية والاستفادة من عدة علوم أخرى. فكريا، الاستفادة من مؤلفات فلسفية وأدبية إسلامية، بحيث أن الأوروبيين بعد هذه الحملات سيرجعون بشكل أقوى لتقوية علومهم من جميع النواحي العلمية والتقنية والفكرية وكذلك الاقتصادية. خاتمة، شكلت الحروب الصليبية أطول مواجهة مباشرة بين المسلمين والمسيحيين، وساهمت في بداية تأثر أوروبا بالعالم الإسلامي. هذه بعض المفاهيم والمصطلحات. صلاح الدين الأيوبي حكم بين 1137 و 1193، وهو قائد إسلامي في معركة حطين ضد المسيحيين. الصليبيون هم المسيحيون الذين قاموا بهجومات على الشرق الإسلامي، ولا يعني توقف حملاتهم نهاية وجود المسيحية بها، بحيث أن المسيحيين لا زالوا يعيشون إلى يومنا هذا بالقدس، وهناك مجموعة من الكنائس المسيحية، أو من أهم الكنائس المسيحية، توجد في عدة مدن، أهمها مدينة رام الله. شكرا على حسن انتباهكم، وإلى درس لاحق بإذن الله.